إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا نقدم لطلبتنا الأعزاء درس في مادة الفلسفة تحت عنوان كيفية كتابة مقال فلسفي. يكون في علم طلب الأعزاء بأن الفلسفة خصوصيتها هي طرح التساؤل، فذلك التساؤل قد يقودنا إلى عدة مواضيع، وهذه المواضيع اختلاف المواضيع سوف يؤدي بالضرورة إلى اختلاف في الطرق. فإذا كان الموضوع فيه تساؤل، فيه مناقشة، سوف يقودنا مباشرة إلى طريقة تسمى بطريقة جدلية. وإذا كان موضوع فيه وصف أو ما يسمى باستقصاء، ونقصد بالاستقصاء والبحث عن موضوع واحد، فقد يكون إما طريقة استقصاء بوضع أو طريقة استقصاء برفع. كما لا يخفى عليكم أن مادة الفلسفة قد تعالج أحياناً مواضيع فيها مقابلة بين أمرين، وقد تعالج أيضاً ما يسمى بالنصوص الفلسفية، فقد تتعدد مواضيع الفلسفة من مناقشة إلى وصف إلى مقابلة إلى نص فلسفي. فهذا السؤال الذي يعتبر موضوعاً من مواضيع الفلسفة يستلزم طرقاً، فكل موضوع له طريقته الخاصة. فمثلا طريقة المناقشة، على سبيل المثال قولنا هل الإنسان حر أم مقيد؟ هنا قد نلاحظ بأن هنا موضوع واحد، هذا الموضوع الواحد له موقفين متعارضين. يستلزم هذا الموضوع الواحد الذي له موقفين متعارضين أن نعالجه بطريقة جدلية. هنا كتبنا في بداية الأمر كتبنا كيفية كتابة مقالة فلسفية. كتابة المقال بطبيعة الحال ومعلومة لدى الجميع بأن المقال هي مقدمة وتوسيع وخاتمة، لكن خصوصية هذا المقال أنه مقال فلسفي، وهذا المقال الفلسفي يستلزم طرقا معينة، وهذه الطرق المعينة سوف تؤدي إلى اختلاف في طبيعة المقدمة. قد تختلف مقدمة الجدل عن مقدمة الاستقصاء، وذلك دائما حسب طبيعة الموضوع المدروس. لذلك احنا نسموه مقدمة في الطريقة الجدلية نسموها إبرازا للإشكال، والتي هي الأخرى تحتوي على خطوات. فمثلا إذا أردت أن أكتب مقدمة، وجب علي في إبراز الإشكال أن أتحدث عن فكرة عامة حول الموضوع، ثم أبرز العناد المطروح في القضية المراد تحليلها، ثم بعد ذلك أعرج مباشرة إلى طرح للإشكال، ليستلزم هذا الأمر انتقالا من المقدمة إلى التوسيع، التي هي الأخرى تحتوي على ثلاث خطوات متسلسلة مترابطة ترابطا منطقيا. إذ وجب علينا أولا في التوسيع أن نقوم بالإشارة إلى القضية المراد الحديث عنها، ألا وهي القضية الأولى، ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقيضها أو البديل أو القضية التي تناقض القضية الأولى، لنحاول في خاتمة توسيعنا أن نجمع بين الموقفين أو ما يسمى تركيبا. لا يخفى عليكم الأمر بأن في القضية الأخرى كما أشرنا في المقدمة هي مجموعة من الخطوات، إذ نقوم أولا بعرض القضية المراد الحديث عنها، ثم نعرج بعد ذلك إلى ما يسمى بالتبرير، مستخدمين في ذلك شواهد وأدلة، وقد تكون هذه الشواهد بطبيعة الحال أقوال الفلاسفة، أو قد تكون استشهادا بالأحاديث النبوية أو قرآن الكريم أو حتى أبيات شعرية أو أمثلة واقعية لتأكيد الفكرة. لكي ننتقل من القضية الأولى إلى القضية الثانية أو ما يسمى بنقيضها، وجب علينا ذكر نقائص القضية الأولى للدلالة على وجود قضية ثانية أو ما يسمى بطبيعة الحال نقيض. النقيض نفس الأمر مع القضية الأولى، إذ سوف نقوم بعرضه ثم نقوم بتبريره ثم نحاول بعد ذلك نقده. لماذا؟
لنستدرج بالكلام بأن القضية الأولى لها نقائص والقضية الثانية لها نقائص، يستلزم ذلك تركيبا أو محاولة الجمع بين الموقفين، لننتهي بعد ذلك في مقالتنا الجدلية إلى ما يسمى بخاتمة. فالخاتمة هي موقف خاص من الإشكال أو بناء رأي شخصي مؤسس على أدلة موضوعية. إذ يبدي الطالب في آخر الخاتمة يبدي الطالب رأيا أو موقفا يتناسب ربما مع القضية الأولى أو مع النقيض أو مع التركيب، أو قد يستدرجنا الطالب إلى موقف مغاير ليس موجودا حتى في القضية المشار إليها، وهذا حسب طبيعة كل سؤال. لننتقل بعد ذلك إلى ما يسمى بالاستقصاء، والاستقصاء لغة هو البحث عن ماذا. إذا الطرق الاستقصائية هي عديدة ومتعددة، لكن بالنسبة إلى برامجنا التعليمية سوف نلاحظ بأن الاستقصاء في مادة الفلسفة أو في برنامج الفلسفة إن صح القول له نوعان: استقصاء بالإثبات واستقصاء بالرفع، استقصاء عفوا بالوضع واستقصاء بالرفع، إثبات ونفي. نقصد احنا بالوضع مثلا أنا وضحت الكتاب أي أكدته أي أثبت وجوده، رفعت الكتاب أي نفيت وجوده. لذلك الاستقصاء هنا الاستقصاء مش تعرف مش نقدر نعرف بأنه استقصاء، وجب علينا أن نتبع السؤال. فقد يطرح علينا مثلا سؤال يقول لك مثلا دائما احنا الاستقصاء بالوضع هو موضوع، الله هو موضوع واحد نحاول إما إثباته، نحاول إما إثباته. فمثلا يقول لك أثبت أن النظام الاقتصادي الرأسمالي كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية. فأنت الآن مطالب بماذا؟ بأن تثبت فكرة أو أن تؤيد فكرة، مستخدما في ذلك الطريقة المحمودة مقدمة توسيع وخاتمة. المقدمة قد تختلف مقدمتنا عن مقدمة الجدل قد تختلف عن مقدمة ما يسمى بالاستقصاء. في عرض المشكل أو ما يسمى بمقدمة الاستقصاء بالوضع سوف نحاول عرض أولا فكرة عامة حول الموضوع عن ماذا نتحدث، ثم بعد ذلك نشير إلى الفكرة المراد إثباتها، ثم نعرض بعد ذلك إلى الفكرة الشائعة التي نحاول رفضها، فنطرح الإشكال بطريقة مخالفة أو مغايرة للجدل. فمثلا نقول كيف يمكن تبرير الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية؟ الآن لنعرج بعد ذلك إلى عرض للأطروحة، أي الحديث عن مسلمات الأطروحة التي نحاول الدفاع عنها، لننتقل مباشرة بعد ذلك إلى التدعيم. هنا في التدعيم سوف نحاول بقدر الإمكان أن نضع أقوالا وأدلة لنؤكد الفكرة. الآن الخطوة الهامة في هذه المقال كما هو الشأن في التركيب هي نقد للخصوم. فنقدنا للخصوم، فعندما مثلا أريد أن أثبت فكرة فعندما أقوم بنقد للخصوم أنا بالضرورة ماذا أفعل؟ إذا نقدت الخصوم فأنا أؤكد الفكرة. معناتها فكرة نقد الخصوم، فكرة نقد الخصوم، نقد الخصوم هي تأكيدا للفكرة. فإذا أكدت الفكرة وقمت بنقد خصومها هذا دلالة على ماذا؟ على أنني أحاول إثباتها. لينتهي بي المطاف في خاتمة وهي التأكيد على مشروعية الإثبات، أي أن أحاول أن أثبت هذه الفكرة. فلذلك الاستقصاء بالوضع من بدايته إلى نهايته نحاول فيه بقدر الإمكان إثبات فكرة يرى البعض بأنها خاطئة أو بأنها فاسدة. لننتقل بعد الاستقصاء بالوضع إلى استقصاء بالرفع، وهو بالمغايرة إن صح القول استقصاء بالوضع هو مغاير للاستقصاء استقصاء بالرفع ومغاير لاستقصاء بالوضع. فالاستقصاء بالوضع هو الآخر نفس الفكرة لكن يختلفان، إذ أننا هنا نحاول الإثبات وهنا نحاول الرفض. الآن أيضا نفس الفكرة اللي بدنا بها في الاستقصاء بالوضع، نعرض القضية فكرة عامة ثم نبين الفكرة الشائعة التي نحاول رفضها لنستدرج بعد ذلك إلى طرح للتساؤل، وطرح التساؤل يكون مغايرا. هنا قد أثبتنا
أما بينما هنا فنحن بصدد ماذا؟ بصدد الإبطال. لننتقل بعد ذلك إلى ما يسمى بعرض للأطروحة، أي الحديث عن المسلمات القضية التي نحاول إبطالها. لننتقل بعد ذلك إلى الإبطال. فالإبطال إذا أردت أن تبطل شيء فينبغي أن تستشهد بأدلة وشواهد وأمثلة لكي تبطلها، مستخدما في ذلك ما يسمى بالمواقف الفلسفية. نقد الأمصار، واحد معي نقد الخصوم. احنا نقدنا الخصوم لكي نؤكد. أم ماذا نقوم؟ نقوم بعملية المغايرة، إذ ننقد الأمصار لنرفض. هنا نقدنا الخصوم لنؤكد، وهنا نقدنا الأمصار لنغاير. لننتهي لينتهي من المطاف إلى تأكيد على مشروعية النفي. معناتها نقدر نقول بأن الاستقصاء بالوضع هو إثبات، أما استقصاء بالرفض فمن بدايته إلى نهايته هو رفض للفكرة. وهكذا نستطيع أن نعلم طلبتنا ما يسمى بالروح النقدية، بأن تثبت فكرة يعتقد البعض بأنها فاسدة، وأن ترفض فكرة يعتقد البعض بأنها صحيحة. لننتقل بعد ذلك إلى آخر موضوع، قلناها في الطرائق آخر موضوع ويبقى لنا النص. إذا آخر موضوع ألا وهو المقابلة. فقد تطرح الفلسفة بعض المواضيع التي تحتوي على مقابلة، أي بين أمرين. فالطريقة التي نستخدمها إذا كان هناك مقابلة، فمثلا يقول قارن بين السؤال الفلسفي والسؤال العلمي، أو قارن بين الإحساس والإدراك على سبيل المثال. فالطريقة التي تستخدمها لا تخالف الجدل وتخالف استقصاء بالرفض واستقصاء بالرفع، ونسميها احنا طريقة مقارنة. طريقة هنا عندنا عفوا نحاول نفيها، مكتبناهاش فقط. إذا طريقة المقارنة هي موضوعين نحاول إبراز العلاقة بينهما، نحاول إبراز العلاقة بينهما. مثلا احنا الآن عندنا فرق بين هذه إبراز إشكال عند المشكل، هذه تسميها الحذر من المظاهر. معناتها احذر أن تعتقد بأنهما موضوعا واحدا، فينبغي لك أن تفرق بينهما في المقدمة. فالمقدمة أيضا هي شأنها شأن باقي الخطوات أو باقي المقالات، تعتمد على الخطوات. فكرة عامة، مثلا احنا نقول الأنظمة الاقتصادية تتكلم عن النظام الاقتصادي أو الشغل أو نتائج الشغل، لتبرز بأن في فلسفتنا المعاصرة أو في التاريخ المعاصر يوجد نظامان، نظام اقتصادي رأسمالي واشتراكي. وما هو الفرق بينهما؟ لتستدرج بالكلام انتقالا إلى التوسيع مبرزا أوجه تشابه ثم أوجه اختلاف. أوجه تشابه الأشياء المشتركة بينهما، مثلا هنا نقدر نقول أن كلاهما نظام، كلاهما يساعد على كلاهما يتحدث عن الملكية سواء كانت فردية أو جماعية. أما الاختلاف فأحدهما يمجد ما يسمى بالاقتصاد الحر، والثاني يمجد ما يسمى بالنظام البروليتاري أو ما يسمى بالنظام العمالي. الأول دافع عنه كارل ماركس، الأول الاقتصاد الرأسمالي دافع عنه أدم سميث، أما الثاني فدافع عنه كارل ماركس. العلاقة بينهما هنا نبين العلاقة بيناتهم، أن يهدفان إلى ماذا؟ إلى تبيان تحقيق ما يسمى بالرفاهية للمجتمعات، لذلك اختلفا. نسبة الترابط نقدر نتكلموا على ما هو النظام الذي يسود البشرية الآن. فقد نعتقد بأن الأنظمة الاقتصادية الآن تتوجه إلى ما يسمى بالقطبية الأحادية، ما يسمى بالنظام الاقتصادي الرأسمالي. وهنا نقدمنا مثال والأمثلة كثيرة. فالمقارنة هي محاولة الحديث عن موضوعان نحاول تبيان العلاقة الموجودة بينهما، لنعرج بعد ذلك إلى ما يسمى بالنص الفلسفي. فلا يخفى على طلبتنا الأعزاء بأن في الفلسفة قد تطرح مقالات كما قد يطرح نصا فلسفيا. والنص الفلسفي فيه نوع من الجهد الفكري، إذ وجب على الطالب أولا في طريقة تحليل النص عنده مرحلتين: مرحلة الفهم ومرحلة التحليل. مرحلة الفهم ومرحلة التحليل. أما مرحلة الفهم فيجب على الطلب
قراءة النص، قراءة فلسفية. أثناء قراءتهم سوف يصطدمون بمصطلحات، وهي المصطلحات المفتاحية للنص. فأثناء قراءتهم يستطيعون فهم النص عن ماذا يتحدث. لينتقلوا بعد مرحلة الفهم إلى مرحلة التحليل، أو ما يسمى خطوات طريقة تحليل النص. إذ سوف ينتقلون ما يسمى بالمقدمة، هنا كيف كلهم مقدمة، لكن اسمها ما يسمى بالإطار الفلسفي، أي أن أحيط بالنص. عن ماذا يتحدث النص؟ من كتب هذا النص؟ أو من ألف هذا النص؟ وما هي إشكالية النص؟ عندما نتحدث عن فكرة عامة وتبيان مشكلة النص ومؤلف صاحب النص، ونعيد صياغة الإشكال لننتقل بعد ذلك إلى موقف صاحب النص. وموقف صاحب النص من أين نأخذه؟ من نصه، لكن بأسلوبنا الخاص، لنبين أيضا حجج وبراهين النص، لننتقل بعد ذلك إلى خطوة ثالثة في التوسيع، ألا وهي النقد والتقييم، أو ما يسمى تقويما للنص. فالنص يحتاج إلى تقويم، هل وفق صاحب النص أم لم يوفق؟ إذا وفق فقد نقدم له الأدلة المؤيدة لصاحب النص. إذا لم يوفق فهناك كثير من الأدلة المعارضة لصاحب النص. لننتهي في آخر المطاف إلى موقف خاص من الإشكال، أو نبدي رأيا شخصيا حول النص. سوف نلاحظ الميزة الأساسية، ولا استرسلت فقط لكتابتها بلون مغاير، أن خصوصية المقالة الفلسفية طرح الإشكال. فالمقالة الفلسفية خصوصيتها أنها تقوم بطرح الإشكال في الأربع مقالات الأولى، أما في النص فهو إعادة استخراج الإشكال المطروح في النص وإعادة صياغته. ونكون هكذا بقدر الإمكان تحدثنا عن كيفية كتابة مقالة فلسفية، وشكرا.